صباح الخير يا شباب، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة. اتكلمنا المرات اللي فاتت عن نظريات الخلق في مصر خلال الفترة القديمة اللي بيطلق عليها العصر الفرعوني. النهاردة هنتكلم على نظريات الخلق في مصر في الديانة المصرية القديمة خلال العصر اليوناني الروماني. الحقيقة دايما بعض الناس المتخصصين بيبقوا فاكرين ان نظريات الخلق اللي احنا اتكلمنا عليها الفترات اللي فاتت زي نظرية منف ونظرية التسوع ونظرية الثمون بتاعة هيرموبوليس ونظرية طيبة، يعني كل النظريات دي وقف استخدامها او ما كانتش موجودة في مصر في العصر اليوناني الروماني، وده الحقيقة اعتقاد خاطئ. نظريات الخلق اللي ظهرت في مصر في الفترة الفرعونية استمرت بعد كده في العصر اليوناني الروماني، بل ومثلت على واجهات المعابد وجدران المعابد المصرية اللي بترجع للفترة اليونانية الرومانية. تعالوا نقول الكلام ده بالانجلش: The ancient Egyptian creation myth، اللي هي نظريات الخلق اللي احنا اتكلمنا عليها، continued in Egypt during the Greek-Roman period، استمرت في مصر خلال العصر اليوناني الروماني. They were depicted on the walls. يعني ايه depicted on the walls؟ يعني كانت ممثلة على جدران المعابد. They were depicted on the walls of the Egyptian temples during their time. على سبيل المثال في معبد إدفو عندنا منظر لبطليموس الثامن يوريجيتس الثاني وهو واقف قدام الإله تحت، وجزء من الهليوبلتن إميد أو تسوع هليوبلس، شو وتفنوت وجاب ونوت وأوزايرس أيزيس نفتيس وحورس، وده موجود في صالة الأعمدة الأولى لمعبد إدفو. يبقى for example we have here Ptolemy the 8th, Euergetes the 2nd, standing in front of Gattuhot and part of the Heliopolitan Aeneid, consisting of Shu, Tifnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Nephthys, and Horus. And this remarkable scene, is depicted on the first hypostyle hole, on one of the walls of the first hypostyle hole in Edfu Temple. ده منظر تاني برضو بيمثل الإله أمون وهو مع التسوع الثمون بتاع هيرموبوليس، ودوت برضو موجود في معبد مدينة هابو، وبيظهر وبيرجع لعصر بطليموس برضو الثامن يوريجيتس الثاني. يبقى we have also another example for God Amun accompanied with. يعني ايه accompanied with؟ يعني مصور مع جزء من ثمون هيرموبوليس. And this is depicted in the walls of the temple of Medina Habu and dates back to the reign of the Ptolemaic period, mainly the reign of Ptolemy the 8th, Euergetes the 2nd. بالإضافة لنظريات الخلق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، ظهرت نظريات خلق تانية كانت موجودة في العصر الفرعوني لكن ازدادت شهرتها وازدادت اتساعها وتصويرها في الديانة المصرية القديمة في الفترة اليونانية الرومانية. تمام، يعني هي كانت في الاصل موجوده، موجوده، وفي منها ذكر في نصوص الاهرام اللي هي تعتبر من اقدم النصوص الدينيه عندنا، لكن انتشرت وتوسعت واصبح لها تصوير اكتر في الديانه المصريه القديمه خلال الفتره اليونانيه الرومانيه. So in addition to the main creation myth which we talked about before, we have other creation myths appeared in ancient Egypt, but they were widely spread. They were found in different places. They were represented in the walls of different temples dating back to the Greco-Roman period. They developed more and they were represented on a large scale. يعني بدأوا يظهروا على يعني بشكل واسع جدا في العصر اليوناني الروماني. طب ايه هي نظريات الخلق اللي انتشرت بصورة كبيرة جدا في مصر في العصر اليوناني الروماني؟ نظرية خنوم، الإله نيت، والإله سوبك. طبعا خنوم دايما بنقول ان في الديانة المصرية القديمة الآلهة المصرية لو عرفت اسمها الى حد ما بيدي ريفلكشن عن وظيفتها. طيب خنوم في اللغة المصرية القديمة اسمه غنم او غنمون، وغنم معناها to mold، اللي هو يعني بيشكل، جاية من التشكيل على عجلة الفخار، وده طبعا بيدينا ريفلكشن او بيدينا هنت كبير جدا على قدرته على خلق البشر وخلق القاء او السبيريت بتاعة البيينجز الكائنات المختلفة.
فإذا هو برضو بيدي انطباع أو انعكاس عن قدرته على الخلق وفقا للديانة المصرية القديمة. So خنوم, the name of this god is غنم or غنمو, which means the molder. يعني إيه the molder؟ اللي هو بيصنع أو بيشكل. Referring to his creative abilities. يعني إيه referring to his creative abilities؟ للإشارة لقدرته على الخلق. طيب his function. إيه هي الفانكشن بتاعة الإله خنوم؟ إله خنوم كان إله للخلق, إله للفيرتيليتي اللي هي الخصوبة, فيرتيليتي بتاعة النايل, خصوبة الأرض وخصوبة النيل بشكل خاص, وكان بيعبد بشكل خاص جدا في جزيرة الفانتين في منطقة جنوب أسوان. So the god, this god was god of creation and he was also the god of the Nile, the fertile powers of the Nile, خصوبة المياه النيل. And he also was the god of the wells, إله للأبيار. And his main cult center, he was specially worshipped on the island of Elephantine, south of Aswan. زي ما قلنا ان النظريات الخلق ديت ما ظهرتش كده مرة واحدة في العصر اليوناني الروماني, كان دايما ليها اشارة في العصر الفرعوني. على سبيل المثال الاله خنوم, الاله خنوم وصف في نصوص الاهرام انه هو الشخص او الاله الذي يصنع ويشكل الالهة ويشكل الكا او السبيريت بتاعت البينجز او الكائنات المختلفة. الوظيفة ديت برضو ذكرت في نصوص التوابيت, واصبح دايما يعني بيتم وصفه بانه هو خالق كل الايه, كل الكائنات الحيه. نقول الجزئيه دي تاني بالانجلش. According to the pyramid texts, وفقا لنصوص الاهرام, one of the most ancient religious books in ancient Egypt or religious sources in ancient Egypt, God Khonom was described to be the god who refashioned or fashioned the human beings or the beings in general, referring to his role as a creator god. He was a creator god, كان إله خالق وفقا للديانة المصرية. This role was also mentioned in the coffin texts by the Middle Kingdom. ده برضو ذكر في نصوص التوابيت اللي ظهرت في عصر الدولة الوسطى. He was depicted as the creator of all beings. دايما النصوص بتصوره او بتقول عليه ان هو اللي بيشكل الارض وبيشكل العالم الاخر, ان هو شكل او صنع الكائنات البشرية والالهة كلهم والمياه. يعني ودايما بيتقال عليه ان هو بيصنع السبيريت بتاعة الهيومن بينجز على عجلة الفخار او دولاب الفخار اللي كان المصري القديم بيستخدمه لصناعة المواد الفخارية او الادوات الفخارية المختلفة. وبعد ما بيشكل القاء او السبيريت ديت بيهديها to the womb of the woman, او لرحم المرأة, لان هي بقى ايه بعد كده to give birth to this, to this child. He was usually described, Khonom was usually described in the religious sources, في المصادر الدينية, that he is the fashioner of the earth, إنه هو بيخلق الأرض. He is the fashioner of the other world, اللي هي العالم الآخر, the human beings, the deities, the water. He was believed to create all the ka or the spirit of the beings, إنه هو بيخلق ال spirit أو الكا بتاعت ال beings نفسها, on his potter's wheel. ايه البوترز ويل دي؟ زي ما قلنا اللي هو عجلة الفخار او دولاب الفخار. It was a certain equipment which was used by the ancient Egyptians to make different pottery equipments and pottery vessels. After that, according to the ancient Egyptian sources, he dedicated, يعني ايه dedicated؟ بيهدي. He dedicated the ka or the spirit of this human being to the womb of the woman, to be pregnant, ان هو بيهدي هذه الروح للمرأة او بيضعه في رحم المرأة لتصبح ايه حامل وتلده بعد ذلك. برضو بعض النصوص الدينية افردت ان هو كان اللي بيحدد مصير الشخص, ان هو بيحدد الدستني بتاعه. ودايما الاله خنوم بيظهر في شكل انسان برأس رام, تمام, with straight horns, وقاعد على دولاب الفخار, modeling a naked figure, دايما بشخص كده او شكل صغير عاري. ده بيقول لك دايما ان هو ايه القاء او السبيريت اللي يقوم خنوم بايه بصنعه. يبقى he was depicted or described to be the determiner of everyone's destiny.
يعني ايه determinant of everyone's destiny؟ ان هو اللي بيخلق او بيحدد مصير كل واحد. by creating the ka of everyone or the spirit of everyone، ان هو اللي بيخلق القرين او الروح بتاعت كل واحد. on his potter's wheel، على عجلة الفخار زي ما قلنا. therefore، ولذلك خنوم was usually depicted sitting in front of the potter's wheel، ان هو دايما كان بيبقى قاعد in the form of a human being with a ram head، تمام، with straight horns، modeling the a naked figure. A naked figure ديت referring to it to the ka or the spirit of the human being. ادي هو منظر للإله خنوم here seated on his throne and he is representing in the form of a human being with a ram head and in front of him you can find the naked figure depicting a naked figure. والايكونوغرافي دي او المنظر دوت دايما كنا بنلاقيه على واجهات المعابد خصوصا بتاعت العصر اليوناني الروماني زي معبد اسنا مثلا على سبيل المثال. يعني احنا خنوم ظهر باشكال ومناظر كتير ان هو بيشكل القاع على عجلة الفخار بتاعته. شكل تاني الاله خنوم، وده شكل نادر شوية، in form of a serpent. وكان اسمه the new Agatha Diamond أو the new God Diamond، the new demon، الروح الخيرة الجديدة. ودايما كانت بتظهر في شكل تعبان، ودايما بنقول ان الانتعبان دوت كان احد الاشكال النادرة للإله خنوم، او احد الصور النادرة للإله خنوم اللي ظهرت في العصر اليوناني الروماني. so another innovative shape of God Khonom is the shape of the new Agatha diamond taking the shape of the serpent, referring to his creative abilities, referring to his intellectual abilities, and this is Amun Khonom. Khonom assimilated with God Amun. ده الإله خنوم وهو ممتزج مع الإله أمون وظهروا مع بعض في شكل النيو أغاثا دايموند زي ما احنا شايفين ايه هنا. دايما قلنا الكوزمولوجي يعني ايه كوزمولوجي، يعني نظريه الخلق بتاعه الاله خنوم. was well attested، يعني ايه well attested؟ يعني صورت وذكرت بشكل خاص جدا in the temple of Esna which dates back to the Roman period، most of it dates back to the to the Roman period. في المعبد دوت كان في احتفال خاص بالاله خنوم كان اسمه احتفال عجله الفخار، وده كان بيحصل في اليوم الاول في الشهر الاول من فصل الصيف. وكان في هايمز بقى كتير جدا وترانيم مختلفة بتبجل الإله خنوم وبتصفه انه هو الإله عجلة الفخار او سيد دولاب الفخار وهو الذي يشكل الآلهة والبشر وهكذا. so in this temple خنوم was highly venerated. يعني ايه highly venerated؟ كان بيعبد بشكل خاص جدا. there was a festival for him as a creator god in this temple. كان في احتفالية خاصة به كإله خالق في هذا المعبد. and it was celebrated on the first day the first month of the summer every year. he was described in the hymns. يعني ايه hymns؟ يعني الترانيم والتعويذ. he to be the lord of the wheel، سيد عجلة الفخار، the one who fashioned the gods and the human beings، الشخص او الإله الذي شكل الآلهة بقية الآلهة والذي شكل البشر. هذه شكل مثلا للإله خنوم وهو creating the ka، وقدام الإله حقد. حقد كانت إلهة للخصوبة والpregnancy، ودايما كانت بتصور في شكل سيدة برأس ضفدع، أنثى الضفدع، لأن الضفدع كان معروف إن هو يعني أحد الكائنات المعروفة بالخصوبة الشديدة. والإله حقد هنا قاعدة وبتعطي علامة الحياة للكا أو السبيريت، وآدي خنوم أهوت وهو بشكل الكا أو السبيريت، ودي موجودة في معبد دندرة. برضو علامة بتمثل الإله خنوم وهو بيشكل الكا or the spirit of a certain human being، ودي علامة مصرية قديمة وظهرت في شكل خاص في معبد إسنا. طبعا معبد إسنا معروف ان هو فيه علامات جديدة innovative جدا ظهرت لأول مرة في هذا المعبد، تمام. طبعا الخصائص القدرات خنوم على الخلق the creator god كانت موجودة في أشعار هيزيود وهو شاعر يوناني، وقال إن أو ساوى عمل كده
assimilation او equation ما بين الاله خنوم المصري وهيفاستيوس اللي هو اله الكرافتسمن، اله الحداده واله الاعمال اليدويه والحرف اليدويه، وقال ان هما الاثنين الى حد ما بيشتركوا مع بعض في قصه ان هما شاطرين في حرفه معينه، فعشان كده يعني شاف ان في ما بينهم بعض التساوي. وذكر وبدأ خنوم الانتزاج بقى ما بين الديانة المصرية والديانة اليونانية، يظهر ان مثلا ذكر في بعض الاساطير الخاصة بالاله زيوس ان زيوس اللي هو كبير الالهة اليونانية امر الاله هيفاستيوس اللي هو كان اله للحرف والحدادة والكلام ده كله ان هو يصنع سيدة على اسمها باندورا على عجلة الفخار، وده ان دل على شيء فيدل على بداية التأثر بالديانة المصرية القديمة. So the abilities of God Khonom, the creator God, was mentioned by a Greek poet was called Hesiod. Okay, and he equated, يعني equated يعني ساوى. He equated between Khonom, the creator God, and the Greek god Hephaestus, the god of craftsmen and blacksmiths, إله الحدادة والحرف. زيوس the Greek lord of the gods according to a certain myth كان كبير الآلهة زيوس ordered Hephaestus to mold a woman إن هو يشكل إلهة called Pandora on his potter's wheel. آدي خنوم أهو المصري وهيفاستيوس اليوناني. زي ما قلنا الكالت سنترز بتاعت الاله خنوم موجوده دايما في، بما ان هو كان اله النيل ونهر النيل فدايما هنلاقيه في الاماكن المنابع النيل الرئيسيه، هنلاقيه مثلا في الريجن بتاعت اسوان on the island of الفانتاين. He controlled over the two caverns of the Nile، منابع النيل الرئيسيه دايما يتقال عليه ان هم منبعين، فخنوم يقال ان هو كان بيسيطر عليهم او هو الاله الحامي ليهم. Khonom was also worshipped in Valentin, as we said before, consisting of a triad of his consort Satis and his daughter Anukis. إن هو عبد في منطقة الفانتاين وكان بيشكل هناك ثالوث مكون من ساتس وبنته عنقت أو أنوكس. بالإضافة لذلك إثنا the temple of إثنا considered to be one of the main cult centers of this cult. أدي ساتس أهي she was the guardian of the sources of the Nile and she was described to be the wife of God Khonom and this is Anukis اللي هي عنقت the one who embraces the Nile with her two arms. اوكي ودايما معروفة بالبندل of feathers over her head وده تاج يعتبر او يعني غطاء للرأس من اصل نوبي، فحتى كان مشهور بيه الاله. بس لو يعني ناس عارفة شوية في الديانة هتبقى عارفة ان البندل of feathers دوت ليه اصل ايه نوبي. ده مثلا على سبيل المثال ال entrance to the temple of Khonom on the island of Elephantine. يبقى كده احنا خلصنا نظرية الاله خنوم. الاله نيت، نيت في اللغة المصرية القديمة اسمها نت or نرت، وفي ناس ترجمت الاسم ده اسمها the great flow او الفيضان الاعظم، ناس تانية قالت لا اسمها او معناها the vulture او العقاب، ناس تالتة او scholars مجموعة تانية من السكولرز ترجموا الاسم دوت ان هي معناها الشخص المخيف او السيدة المخيف. يبقى the second creator goddess we will talk about is goddess Neit. Her ancient Egyptian name is Net or Neret. It was interpreted with different meanings. Some say that it was called the great flow, الفيضان الأعظم. Or it means Neret, which means a vulture, اللي هو العقاب، طائر العقاب. Other interpreted her name to be the terrifying one, الشخص المخيف، الشخص العظيم. طيب نيت كانت بتصور ازاي؟ She was usually depicted in the form of a woman with the sign of her name over her head. شايفين الساين بتاعت النيم بتاعتها ازاي؟ تمام؟ In lower Egypt في مصر السفلى نيت في بعض الأحيان كانت بتاخد شكل البقرة السماوية. وقلنا يعني اتكلمنا شوية عن قصة البقرة السماوية وقلنا إن الإله إلهة السماء العظمى أعظم واحدة أو أهم أو أشهر واحدة إلهة رئيسية للسماء هي الإلهة نوت. لكن نيت برضه في بعض الأحيان خدت شكل البقرة السماوية اللي هي شكل بقرة وبيبقى بزين جسدها أشكال النجوم المختلفة. So in lower Egypt sometimes Neit took the shape of the celestial cow البقرة السماوية. في بعض الأحيان الأخرى نيت صورت وهي بترتدي التاج الأحمر
بتاع مصر السفلى، وفي بعض الأحيان باسمها أو بالعلامة بتاعت اسمها فوق راسها. في بعض الأحيان الأخرى ظهرت وهي بترتدي التاج المزدوج، تاج مصر العليا والسفلى اللي هو اسمه سخمتي أو التاج الحتحوري. في بعض الأحيان ظهر جلدها وهو ملون باللون الأخضر للإشارة إن هي كانت إلهة خاصة، يعني ارتبطت بشكل أو بآخر بالفيضان وبالمياه وبالخصوبة وهكذا. So neat was sometimes depicted wearing the red crown of Lower Egypt, which was called Dasheret, or the sign of her name over her head. During the Greek-Roman times, Neith was depicted dressed with different crowns. كانت بتصور في العصر النيني الروماني مع بعض الأشكال التيجان الأخرى غير أشكال تيجانها الرئيسية، سواء علامة اسمها أو التاج الأحمر. في بعض الأحيان صورت with the double crown of Upper and Lower Egypt, which was called Sekhemti, the one belonging to the two powers, Upper and Lower Egypt, the Hathori crown, and the skin of the deity was sometimes colored in green. These are the different forms of goddess Neith. Here she is depicted with the sign of her name. In the two other shapes she is depicted here with the red crown of Lower Egypt, Dasheret. خلاص هنا ماسكة علامة الوجات، وهنا she is holding the bows and arrows اللي هو القوس والسهم، لان برضو هي ظهرت بهذا الشكل، برضو تمثال من البرونز، a bronze statuette representing goddess Neith with the red crown of Lower Egypt. In minor arts في الفنون الصغرى، نيت ارتبطت بشكل معين من اشكال البيتلز، الاشكال الخنفساء او الجعران، وزي ما قلنا ان هي برضو من الرموز الخاصه بيها شكل البو اند ارو، وبرضو ان هي ارتبطت باشكال احد اشكال البقره السماويه السلاستيال كاو، وذكرت هذه البقره بتحت لقب ايحت او اسم ايحت. So in minor arts Neith was represented in the form of a beetle. خلاص بشكل كده جوران او شكل خنفساء. And she saw sometimes the body of this beetle is pierced. كان بيبقى موجود فيه the bow and the arrow, symbols of goddess Neith. In other cases, as we said before, the celestial cow, البقرة السماوية, was one of the animal forms of goddess Neith, and this cow was called Ihit. تمام. الانسينه بتاعتها السيمبلز بتاعتها the beetles and it was called the click beetles، احد اشكال الخنفساء، والشكل دوت من الخنفسه كان دايما بيظهر في مستنقعات النيل خصوصا في مصر السفلى، علشان كده ارتبط بيها. The bow, the shield, the arrow, the scepter, the ankh sign, all of these are the symbols of goddess Neith. Add a sacred beetle of goddess Neith. ده مثلا موجود في جعران، موجود في المتروبوليتان ميوزيوم اوف ارت ان نيويورك. ادي شكل الكليك بيتل، ذا ساكريد سيمبل اوف جادس نيت، وادي العلامه المصريه القديمه اللي كان بيكتب بيها اسمها. خلاص يبقى this is a scarab with the shape of the click beetle, one of the sacred symbols of goddess Neith, and over it we can find the shape, the hieroglyphic sign net, which was used to write the name of goddess Neith. This is the form of goddess Neith in the form of a celestial cow, which was mentioned in the religious text to call be Ihit. خلاص ادي اسم الاله نيت اهو. نيت الحقيقة كان لها بعض الأشكال الانوفيتيف والكرياتيف جدا خصوصا في العصر اليوناني الروماني. ادي شكل نيت في شكل سيدة برأس أنثى الأسد، وطالع منها شكل كروكودايل، وده ظهر بشكل خاص جدا وخصوصا في العصر اليوناني الروماني. يبقى this is one of the rare depictions of goddess Neith in the form of a lioness headed woman with the shape of the crocodile over her head. طبعا ايه الكالت سنترز بتاعت goddess Neith؟ goddess Neith was especially worshipped in Sais, modern Salhagar, 7 kilometers from Basyun, منطقة بسيون الغربية governorate. She was also worshipped in Memphis, الفيوم, Thebes, جبلين, and also Esna. برضو مهم جدا الإشارة إن هي عبدت بشكل خاص في إسنا. إذا معبد إسنا بيحوي عبادة اتنين من آلهة الخلق وفقا للديانة المصرية القديمة اللي هو خنوم وgoddess Neith. طبعا she was goddess of weaving. تمام كانت إلهة للغزل والنسيج. Domestic art, she was a goddess of marriage. She was a goddess of war,
عشان كده دايما في بعض الاحيان كنا بنلاقيها with the bow and arrow. She was the goddess of the Nile flood. She was the goddess of the creation. تمام. زي ما قلنا علشان هي she was a goddess of the war في بعض الأحيان، عشان كده the scholars interpreted her names to be the terrifying one, and therefore she was represented holding the bows and arrows in her hands. والbows and arrows أو السهام دي كانت بتوصف إن هي بتقمع الآلهة، بتقمع أعداء الإله را اللي هم من ضمنهم أبوفيس. يبقى هي كانت أحد المدافعين عن الإله را، أو اللي بتقمع أعداء الإله را. خلاص. الميثولوجي بتاعت الإلهة نيت، يعني في ميثولوجي كتير جدا. بدايتها قالت ان هي بصقت في البرايميفيال ووترز في المياه الأبلية، و from this petal turned it into a terrible chaos monster called Apophis. ده احد النصوص يعني، او احد الاساطير. نيت برضو كانت الهه حاميه للموتى، ونيت تعتبر احد الالهات الحاميات اللي احنا اتكلمنا عنهم وذكروا في نصوص الاهرام، ودايما كانوا بيوجدوا في الاركان الاربعه للساركوفاجس، زي ما شفنا مثلا في الكانوبي بتاع مجموعه توت عنخ امون في المتحف المصري. So the mythology says that Neith spit or spat into the primeval water, بصقت في المياه الأزلية, and from this petal Apophis appeared, the chaos was created, and it was also the protective goddesses. She was one of the four protective goddesses according to the pyramid texts, and she was placed in the four corners. She was one of the four protective deities in the four corners of the sarcophagi. For example, in what we saw in the collection of Tutankhamun in the Egyptian Museum. ادي شكل الإلهة نيت وفي الكوفن بتاع توت عنخ امون. وعرفت منين ان هي الإلهة نيت؟ ادي العلامة بتاعت اسمها فوق راسها. طبعا نيت واسينا امتزجوا مع بعض. The Greek goddess Neith was assimilated with the Egyptian goddess Neith was assimilated with the Greek goddess Athena. Both of them were goddess of war and goddess of weaving. اشتركوا مع بعض في وظيفتين، ان هما الاثنين آلهة للحرب وآلهة للويفينج. ادي نيت المصرية بعلامتها المميزة، وادي أثينا. نيت was the mother of all other divine childs such as god Horus and also god Sobek. يعني وصفت ان هي الهه او الام لبعض الالهه زي الاله حورس والاله سوبك. She was the mother and father of all things. ان هي الالهه التي تخلق الاب الام والاب لكل الكائنات اللي موجوده. والاله نيت كالهه للفيضان امتزجت مع الهه مصريه اسمها محت ورد، اللي هي الفيضان الاعظم. أصبحت نيت وماحد ورد كائن واحد أو إله واحد. وفي سايس أحد المراكز الرئيسية لعبادة الإله نيت، she was described to be the creator of the sun god Ra. هي حتى ذكرت في نصوص معبدها في سايس إن هي التي خلقت إله الشمس الرئيسي را. نيت also was become of the mother of the snakes and crocodiles. The nurse of the crocodiles التي ترضع التماسيح. الإلهة الأم لكافة التماسيح، نتيجة إن هي أو عشان كده في بعض التمائم ظهرت الإلهة نيت وهي بترضع اتنين من التماسيح. وفي بعض النصوص الأخرى ذكرت إن هي أم للإله سوبك. كان في احتفال خاص بالإلهة نيت كإلهة للخلق في معبد إسنا، وان هي التي انجبت الاله رع وكافه الالهه الاخرى. والفستيفال دوت ظهر في اليوم ال 13 من الشهر الثالث في فصل الصيف. So there was a great festival for goddess Neith commemorating her creative abilities. يعني ايه commemorating؟ يعني لتبجيل قدرتها على الخلق. And she was يعني described to be the mother of the sun god Ra and all other children, all other crocodiles, and this festival occurred in the 13th day of the third month of the summer season. ادي مثلا one of the amulets representing goddess Neith
and she is nursing or feeding two crocodiles. This is a very creative shape of amulets. She was always described in Esna temple, the one who created herself by herself through her words. إن هي خلقت الكون وخلقت نفسها من خلال كلماتها الإيه السحرية. طيب إيه هي الكلمات السحرية للإلهة نيت؟ أول حاجة على حسب نصوص معبد إسنا هي ونصوص معبد سايس اللي احنا يعني لقيناها، هي اللي ذكرت الستبس او مراحل خلق الكون وفقا لعبادة الإلهة نيت. قال لك ان نيت هي خلقت في البداية البرايميديا اوف ايرث التل الازلي، وخلقت اربع اماكن رئيسية او اربع معابد رئيسية، اسنا وسايس وبينجر، واحنا الحقيقة مش عارفين بينجر مكانه فين بالظبط، وبوتو اللي هي تل الفراعين كفر الشيخ حاليا. المرحلة الثانية ان هذه الالهة خلقت مدينة سايس بصفة خاصة اللي احنا قلنا عليها بسيوم محافظة الغربية حاليا، ووصفت معبدها في سايس او مدينة سايس اللي كانت بتعبد الالهة نيت ان هي ارض كافة الكائنات، الارض اللي خلقت منها كافة الايه الكائنات. يبقى we have seven main steps to create the world according to the cosmology of goddess Neith. The first step that Neith created the primitive earth ان هي خلقت التل الازلي and created her main four temples. After that she created how many temples? Four main temples. Esna, Sais, Pinajer and Bhutu. The second step that she created, the goddess created her city of Sais which was called the land of all beings. أرض كل الإيه الكائنات. The third step, she created 30 deities by pronouncing their names one after the other. إن هي في النص بقى المرحلة الثالثة إن هي خلقت أكتر من 30 إله من خلال إن هي تقول اسمه فيخلق هذا الإله، وإن هي خلقت الكون من خلال كلماتها السحرية السبع، وظهرت من التل الأزلي في كل من سايس وإيه وإسنا. So the third step includes creating 30 deities by pronouncing the names one after the other. After that she created the world by her seven magical words. إن هي خلقت الكون من خلال كلماتها السحرية السبعة. And let the primordial hill emerge in both Esna and Sais. ليه دايما Esna و Sais بيذكروا في النصوص؟ لأنهم مركز عبادتها الرئيسية. طيب المرحلة السابعة ان هي بدأت بقى ايه تخلق من خلال بقى كلماتها السحرية ديت كافة الآلهة الأخرى. وهنلاحظ في المرحلة دي ان هو الكهنة ركزوا ان هي خلقت كافة الآلهة اللي كانوا معروفين عند المصر القديم ان هم آلهة للخلق. ليه؟ لأن المصر القديم عايز يبين ان نيت دي هي حتى اللي خلقت كل آلهة الخلق في مصر القديم، علشان يكسب لنيت كإلهة للخلق قوة وشرعية شوية. يبقى the fourth step includes the use of her magical words to pronounce other creatures such as she created Gadra, Gad Amun, Gad Khunam, the Hermopolitan Odawad, and finally Gad Tuhut appeared in their turn and created the rest of the world. يبقى in this step she created almost other creative gods. إن هي كل خلقت معظم الآلهة الآلهة الخلق الإيه الأخرى. الفيف ستيب ركزت اكتر على ان هي خلقت الاله را، وركزت اكتر ان هي خلقت الاله امون او خنوم وسوبك واوزاير ذكروا في هذه المرحله. في المرحله السادسه نيت appeared as a divine cow اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسمها احت او اخت او اخت، وخلقت الكون. This cow was transformed in the sixth stage of her creation to be a ايه بقى to be Latis Nilotocus. ايه بقى Latis Nilotocus؟ هو احد اشكال سمك البلطي، وكان one of the sacred symbols of goddess Neith. يبقى فيها المرحلة السادسة من الخلق هي تحولت من إلهة، ظهرت في شكل البقرة السماوية، وبعد ما خلقت الإله رع ويعني ظهرت بهذا الشكل تحولت إلى Latis Nilotocus اللي هو أحد أشكال سمك البلطي لتستكمل خلق الكون. في المرحلة الأخيرة نيت offered protection. يعني offer protection إدت حمايتها لابنها اللي هو الإله رع، وكانت معاه في إسنا، وبعد كده استقرت إيه في سايس where his enemies were found علشان تحارب أعداء رع في منطقة سايس. دي كانت نظرية الخلق بتاعت الإلهة نيت.
طبعا الانسكريبشنز بتاعت اسمنا دايما بتصورها، او احنا بنقول ان الكرييتيف كرييشن ميث بتاعت قدس السانيت ظهرت ان تو مين تمبلز، ان سايس ان لوور ايجيبت اند ان اسنا ان ايه ان ابر ايجيبت. اخر واحد هنتكلم عنه النهارده اللي هو جات سابق، وسابق اسمه في اللغه المصريه القديمه سبق، وحرف اسمه بعد كده لسوخس. دايما سابق يعني بيصور زي ما احنا اتكلمنا او قلنا قبل كده ان هو ابن الالهه نيت، بعض النصوص الاخرى صورته ان هو ابن الالهه حتحور في بعض الاحيان، وإلهة الحصاد واحدة اسمها رينوتت was described to be his consort. في بعض النصوص قالوا ان إلهة الحصاد رينوتت تعتبر ايه زوجة الإله ايه سوبك. طيب سوبك ظهر او امتزج بشكل خاص جدا مع الإله رع، واصبح في كرييتر جاد اسمه سوبك رع، دايما ظهر في النصوص خصوصا من بداية عصر الدولة الايه الحديثة. وزي ما احنا عارفين الإله سوبك دايما بيظهر بشكل اما كروكودايل كامل او انسان برأس تمساح. What is the iconography of God Sobek? Sobek was depicted either as a crocodile or as a crocodile headed man. تمام؟ طيب ايه الكراون اللي هو دايما بيلبسه؟ عادة بيلبس crown consisting of two feathers, two horns and the sun disk. تاني two feathers, two horns and the sun disk. خلاص in some other cases he was wearing the tripod wig or the white crown. في بعض الأحيان كان بيلبس أشكال تانية من التيجان زي ايه ال white crown. ده مثلا شكل الشراين بتاع الفيوم. حقيقة سوبك بما ان هو كان اله للتماسيح او اله بياخد رمز التمساح، فهو عبد في كل الاماكن اللي فيها مستنقعات سوامبس. تمام، وبالمنطق هو ظهر اكتر في الفيوم عبادته، عشان بحيرة قارون في هذه الفترة كان فيه مستنقعات وتماسيح كتير، وبرضه عبد بشكل خاص جدا في كومومبو اللي كان فيه تماسيح طبعا كتير في هذه الفترة. ادي الشراين بتاعت الفيوم وعليها رمز الاله سوبك بشكل تمساح كامل، ولابس التو بلوم ذا تو ذا سان ديسك اند ذا تو هورنز بتاعه. في بعض الاحيان سوبك واز اولسو ريبريزنتد ات ذا رام. خلاص he was sometimes depicted as a bull or a lion and he was usually sometimes he was also represented in the form of a serpent. خلاص بشكل تعبان، دي احد الاشكال النادره جدا للاله ايه سوبك. في بعض الاحيان الاخرى he was also represented as a falcon with one or two heads of a crocodile and vice versa. يعني دي برضو احد الاشكال النادره ان هو بيبقى براس صقر ومعاه كده رأس لكروكودايل. دي احد الاشكال النادرة شوية اللي ظهرت لتصوير سوبك. ده مثلا limestone statue of a crocodile with a falcon head and this is preserved in the Egyptian museum, dates back to the Greek Roman period and represents God E. سوبك. طيب سوبك برضو ظهر في شكل في سودينيتي فيجر. يعني ايه في سودينيتي فيجر؟ في سودينيتي فيجر كلمنا عنها قبل كده، هي اشكال الخصوبة، وهي اشكال تجمع ما بين الذكورة والانوثة في نفس الوقت. من اهم الاشكال اللي ظهرت بالالهة بشكل خصوبة هو الاله حعبي اله النيل. سوبك برضو ظهر بهذا الشكل اللي هو الصدر والبطن المتدلية، وده ظهر في معبد هيبس في الخارجة. This is one of the rare iconography of God Sobek in the form of a Phasudinity figure with protruding belly and breast, and this appeared in the sanctuary of the Temple of Hebes in Kharga Oasis. He was usually represented or venerated as the god of the Nile, and also he was god of the crocodiles, إله التماسيح, and also the god of creation. Being the god of the Nile, Morris Lake, بحيرة مريوط أو اللي هي الليك بتاعتنا, he was usually represented to be the patron of this lake. He was described in the Middle Kingdom to be the most ancient one of the great Aeneid. إن هو أقدم من الإيه؟ من التسوة، أقدم تسوة. Sobek was also described to be the patron of the fishermen. إن هو إله الصيادين. In the coffin texts, Isis cut the hands of her son Horus and threw them in the Nile. God Ra ordered Sobek to retain the hands of Sobek of Horus, who invented a fish trap for this purpose. إن هو كان إله الفيشرمان، زيس قطعت إيدين هورس
والإله رع هو اللي أمر سوبك باستعادة إيدين حورس، ومن هنا جت فكرة إن هو إله للصيادين. He was also described to be the evil deity. He was patron of the evil powers like Set. كان إله للقوى الشريرة زي شوية زي Set. و هو سابق برضو دايما النصوص خصوصا نصوص التوابيت اشارت لدوره ان هو كان له دور في deforming the Osiris body، في تشويه جسد اوزوريس والهجوم على جسد اوزوريس. In Crocodile Polis اللي هي منطقة الفيوم، Sobek was described to be the one who arose from the primordial waters. كهنة الفيوم هم اللي طلعوا قصة ان سوبك اله خالق الكون بشكل خاص، وقالوا ان سوبك كتمساح ظهر من التل الازلي وحط بيض البيضة الازلية، ومن البيضة الازلية دي اتخلق الكون. According to the book of the الفيوم، في كتاب اسمه كتاب الفيوم، هي احد النصوص الدينية، ظهر فيها او كتب فيها البريستس ووصفوا بالشكل كبير جدا ازاي ان خنوم صادي سابق هو اللي خلق الكون من خلال البيضه الازليه اللي حطها على التل الازلي، ومن خلال البيضه الازليه دي ظهر الالهه لخلق الكون المختلف. ادي هو منظر كده من جزء من كتاب الفيوم، تمام، وده موجود في Institute of Near Eastern Study. ادي شكل الاله سوبك، تمام، كاله خالق للكون. سوبك برضو ظهر هنا ما بين هابي محيط وهابي ريزيت. هابي اللي هو النهر الشمالي والنهر الجنوبي، الجزئين بتاع الاله هابي او الصورتين من صور الاله هابي اله النيل، وهو هنا في النص اشاره ان هو الاله اللي بيتحكم في جزئي او شطري نهر النيل في مصر، النهر الشمالي والنهر الجنوبي، نهر النيل الشمالي والنهر الجنوبي، واشاره الاله خالق الكون. وده موجود في القدس الاقداس الخاص باحد المعابد اللي تم اكتشافها في الفيوم ومحفوظه حاليا في المتحف اليوناني الروماني باسكندريه.